السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا، عبارة عن ايه؟ عبارة عن منصة بتبدأ تكتب التكست وهو يشوف كل المنصات اللي بتحول التكست او البرومت لصور هتطلع لك الناتج عامل ازاي. تمام، ممكن تفعلهم كلهم مع بعض ولما تديله تكست يطلع لك صور كتيرة من اماكن كتيرة مختلفة. ماشي. طيب، الجميل ان هو ما طلبش مني تسجيل ولا ريجستر ولا فلوس ولا حاجه خالص. طيب، خلينا نقول له جو ونشوف الصور هتبقى عامله ازاي. تمام، من اماكن كتير مختلفه، دي كلها حاجات بتحول البرومت لصور. وعلى فكره انا عندي بدائل كتيره جدا، يعني عندي تكست ايمج، عندي كنترول نت، عندي اكس واي بلوت. تمام، بص اهو ده الاس دي اس دي اكس ال جابها لي بالشكل دوت، ده موديل تاني جاب لي بالشكل ده، ستيبل ديفيجن 2.1 جابها لي بالشكل دوت. كل موقع بيديني 3 صور، فانت تبدأ ان انت تقارب بينهم وتشوف انهي واحد فيهم اللي ممكن تجربه وتدوس هنا وتدخل على الموقع بتاعه وتبدأ تجرب زي ما انت عايز. عندنا الكنترول نت، يعني بتدي له صورة وبياخد نفس الستايل بتاع الصورة. تمام، اكس واي بلوت جاب لي الصور بالشكل دوت. طيب، الموقع ده اللي هو اسمه زو تبع موقع تاني اسمه ريبليكيت، ده الموقع فيه تقدر تستعرض الاسعار اللي موجودة، تقدر ان انت بقى تشوف اكسبلور، تقدر ان انت تعمل تسجيل اساس ان انت تبدأ تجرب التقنيات الجديدة بتاعت الاون سورس. عندك ايمج تو تكست، يعني تديله الصورة وهو يبدأ يديك الوصف بتاعها، يقول لك الصورة دي ممكن تعملها بأنهي كلمات، في لانجوج موديل، في سوبر ريزوليوشن تدي الصورة مش واضحة يبدأ ان هو يخلي لك واضحة، ممكن الصورة تكون مدمرة يبدأ ان هو يصلحها لك بالشكل دوت. في كذا موديل موجود جواه، في كذا تقنية معتمدة عليه، يمكن يمنى منها مثلا روم جي بي تي، تدي له صورة هو يبدأ ان هو يثبت بعض الحاجات زي الحوايط و الابواب والشبابيك، ويحذف كل الفرنتشر او كل الاساس ويبدا ان هو يلعب لك فيهم ويعمل لك حاجات تانية كتير. و سكيربل ديفيجن تبدا انت ترسم حاجه بسيطه وهو يبدا ان هو يحولها لك للوحه فنيه. تمام، كل ما تيجي ترسم وتكتب له بقى الرسمه دي عباره عن ايه يبدأ هو يرسمها لك. ممكن تقول له كلير وتقول له انا عايز ارسم كار، وتبدأ بقى ايه ترسم عربية كده. انا بعرف ارسم عربية بس الماوس مش مساعد. ماشي، يبدأ هو بقى يشوف الشخبطة دي ويعملها لوحة فنية.